بعد تحرير الشاكوسي والرهجان من العصابات المسلحة من جبهة النصرة، تم تحرير الحمد لله قرية مميال والتلال المحيطة بها، ومن ثم المتابعة وتطهير والسيطرة على قرية المصهريج، وحاليا نقوم بتطهير التلال الحاكمة التي كانت معاقل رئيسية لهم. مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري من ريف حما الشمال الشرق. ليش؟ ها؟ عشان حرق؟ ايه